سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا، واحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليله معانا، فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم. ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا، ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليله معانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. أحبائي، شكون يتفوق ونجح في شهادة التعليم الابتدائي يرفد يده. ما نقدرش نجي في هذه المناسبة وما نغني لكمش أغنية مبروك النجاح عليكم. أحبائي، هذه الأغنية عمو يزيد يقول فيها: بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، ياكل لي يتعب لي يتعب لي يتعب ينال. أحبائي، لي يتعب ينال. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، يا كل اللي يتعب ينال. ولكن هذه الأغنية تاع النجاح، مبروك النجاح عليكم، من اللي تبدأ حتى تكمل راني باغي انسى الأولياء، الوالدات، الأخوات، الخالات اللي راهم هنا، كامل صغاريت على ولادنا اللي نجحوا حتى تكمل الأغنية. يلا. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت، يا كلي يتعب فينا، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين، مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، يا كلي يتعب بينال، ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، يا كلي يتعب بينال. هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا، يا كلي يتعب بينال، ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم
وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب فينا. نجاحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى باكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة. نجاحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى باكالوريا وزد ليصاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال. بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب بينال يا كل يتعب بينال. عطونا صغاريت على ولادنا. ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يوفقهم. أحبائي، أجمل هدية تقدر تقدمها لوالديك هي النجاح، على بالكم؟ رحنا كان واحد الأغنية أنا شخصيا نبغيها بزاف 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 بزاف. هذه الأغنية هي أغنية الاحترام. على بالكم يا أحبائي في المجتمع، مجتمع تاعنا باش نعيشوا مرتاحين ونقدروا نتعايشوا مع بعض ونعيشوا مع بعضنا لازم الاحترام. ولكن كاين حاجة الأولياء بالمرات ينساو أنهم يهضروا مع أولادهم ويفهموهم معنى الاحترام. بالمرات الطفل مثلا، الطفل يخرج برا في عمره 5 6 7 سنين، يخرج يمر على جماعة ما يلقيش السلام مثلا، ما يقولهمش السلام عليكم، ما نقدروش نحاسبوه إذا كان ما علمناهش عليها وما ربيناهش عليها. ربي سبحانه وتعالى ما يحاسب الخلق حتى يبعث لهم الرسل. واش معناه؟ معناه أن أولادنا لازم نربيهم ونوصيهم. قال يا ولدي لما تخرج من البيت ما ترفعش صوتك، لما تقصد أي بيت لازم تطرق الأبواب، لما تحب تتكلم لازم تنتظر دورك، لازم تاخذ الاذن. احبائي، لما يدخل دكان لازم ينتظر الدور تاعه، ما ياخذش الدور تاع الاخرين، ما يرفعش صوته، يتسامح مع الناس. ولكن لازم نربيو ولادنا على هذا الشيء يا اخي. احبائي، هذه الاغنيه سهله، المقطع تاعكم سهل، تقولوا معايا فيه: يا ابتاه يا ابتاه قل لي معنى الاحترام. سهله. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. هذا مكان، هي عبارة عن حوار بين الطفل والوالد نتاعو، يسقسيه. الطفل حاب يفهم، يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. ومن بعد ولي الأمر يتكلم معه، واش يقول له؟ لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامة والصبي. ومن بعد يقول له: يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. وش يقول له؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. أحبائي، نعلم أولادنا ينتظروا دورهم، نعلم أولادنا يكونوا دراف، نعلم أولادنا يكونوا حنان، نعلم أولادنا يكونوا متسامحين. تغنوا معايا، وش تقولوا أنتما؟ يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. سهلة، يلا تغنوا قاع معايا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام.
ابني فمعنا في سنتنا والإسلام. هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا 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 شكرا. أحبائي الاحترام ثم الاحترام مهم جدا. احترام الكبير أحبائي. مجتمع بدون احترام ما عندوش مستقبل، على بالكم. تاني كان حاجة في الأخلاق وفي المجتمع حاجة مهمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا على السابع جار. برافو أحبائي. على بالكم من شيم المسلم الخلوق والجزائري الخلوق حسن الجوار الجار. عمو يزيد يقول في الأغنية تاعه: واجب عني أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. أحبائي من غير المعقول أن الإنسان يبات شبعان وجاره جوعان. الأغنية سهلة تغنوها كاع معايا بصح. نقول فيها: جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. سهلة. إذن جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. حسن الجوار. برافو. من شيم المسلم الخلوق الجزائري الخلوق حسن الجوار. يلا معايا كامل. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الأنظار حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا أحلى الجيران ربي أوصى ولعدنان أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن
حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري المختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري المختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. برافو برافو برافو، حسن الجوار. أحبائي، على بالكم بلي عمو يزيد من خلال البرامج التربوية نتاعو ومن خلال الفكرة اللي أنا طرحينها أنه الجزائريين كاع كيف كيف. علاش؟ بالمرات بالمرات كاين بعض الناس يسقسوا أنت شكون؟ العشيرة تاعكم شكون؟ القبيلة تاعكم شكون؟ أنت أهلك شكون؟ واش تجاوبهم أنت؟ أنا اللي سقسيني يقول لي أنت من، واش نقول له؟ أنا جزائري. ما ندخلش كاع في هذوك، هذاك مضيق مضيق صغير هكذا يصغرك تدخل. ما كان هذا قبيلي، ما كان هذا شاوي، ما كان هذا ترقي، ما كان هذا سطيفي، ما كان هذا وهراني، كاين هذا جزائري. يا احبائي، على بالكم الانسان، حنا عندنا الشرف اننا ننتميو لهذا الوطن اللي نفتخروا به، وطن ارضه مسقيه بدماء مليون ونص شهيد، الجزائر. يا احبائي، لازم الانسان يتمسك بالوطنيه تاعو ببلاده. لذا عمو يزيد لكم الاغنيه اللي تعرفوها كاع، سالوني من اكون، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون، قلت الا ترون. عودوا. سألوني من أكون في الشرق والغرب، كمل. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إذن سألوني من أكون، يلا كمل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. نحن أولاد الثورة، كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن أولاد الثورة، كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري.
سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. أعطونا صغاري تاع الجزائر الله يخليكم. بلادي بلادي وإن جارت علي عزيزة، أحبائي حب الوطن حب الوطن. على بالكم ما يعرف قيمة الوطن غير الناس مسكن اللي ما عندهمش وطن. على بالكم بلي الحروب والنزاعات كما راهو صاير في عدة دول شقيقة وكامل، ناس أطفال كذلك متشردة، أطفال بدون مأوى، وحنا الحمد لله عندنا وطن عندنا بلاد. إذن مسؤوليتنا واجبنا أننا نحافظوا على بلادنا الجزائر. أمانة في أمانة في عناقنا يا أحبائي. يا أخي حب الوطن حب الوطن، وش رأيكم أحبائي؟ شكون هو الشخص الذي يحفظ النظام، يحارب الإجرام، يخفف الزحام، يساعد الأطفال؟ شكون؟ قولي لي. قولي لي من؟ الشرطي. برافو 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 الشرطي. عمو يزيد دار تقدير، أغنية تقديرية للشرطي. يخفف الزحام، يحارب الإجرام، يساعد الأطفال. تغنوها معايا قاب صح. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا كلي بهجة وسرور. يلا كمل معايا، حاب نسمعكم قاع. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير، مبتسم صبور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير، مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال، شجاع مقدام. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال، شجاع مقدام. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أصون الأمانة، أحفظ النظام، أحارب الخيانة، وأضمن الأمان. أصون الأمانة، أحفظ النظام، أحارب الخيانة، وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير، مبتسم صبور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير، مبتسم صبور. أنا
أنا شرطي المرور كلي كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور برافو كلي بهجة وسرور. واش رايكم كاين في المجتمع؟ الأسرة هي نواة المجتمع. الأسرة تتكون من أسرة صغيرة، الأب الأم والإخوة. عمو يزيد لكم أغنية أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. برافو يلا معايا كامل. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. يلا كامل معايا. أسرتي لما نلتم. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا، حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها، لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها، لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا، يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا، يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الأسرة أحبائي، أسرتي لما نلتم فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي لما إخواتي ما أحلاهم. برافو أحبائي. على بالكم أحبائي في الدنيا هذه كاين ناس محتاجة. هو الاحتياج بالمرات ماهوش مادي شرط. بالمرات واحد مريض في مستشفى نروح نزوروه، جارك كبير شوية في السن تعاونه في المصروف يطلع معه القفة، أي شيء تعاون جارك تعاون صديقك تزور مريض. ولكن المسلم هو اللي يعرف كيفاش يساعد الناس ويكون دائما جاهز أنه يساعد الناس. من شيم وأخلاق المسلم والجزائري الأخلاق
ومساعدة الغير. لذا عمو يزيد دا لكم أغنية نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. تغنوها معايا. عمو يزيد يقول كذلك: إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه، البسمة في وجهه، في وجهه صدقة. أحبائي الابتسامة مجاني يا أخي، باطل الابتسامة أحبائي. الإنسان ما يشنفش، لازم الإنسان يبتسم. على بالكم بالابتسامة، الابتسامة مهمة جدا جدا جدا. تغنوا معايا: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا كامل. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 أحبائي، برافو. الجزائري والمسلم، من شمات الجزائري الأخلاق، فعل الخير أحبائي، الأخلاق ثم الأخلاق. سؤال آخر، تحبون أسئلة؟ سؤال سهل سهل، يلا أعطيكم سؤال سهل 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 سهل. ولاية عين صالح المنتدبة شحال فيها من دائرة وشحال فيها من بلدية؟ ولاية عين صالح المنتدبة شحال فيها من دائرة وشحال فيها من بلدية، وما هي هذه البلديات؟ أنا نعرفهم لأني زرتهم قاع، زرتهم كامل ودرت فيهم حفلات، أني حافظهم. يلا إذن شكون يعرف؟ شوف الشاطر هذا، واسمك ولدي؟ عبد الباسط. عبد الباسط؟ إيه. الله يبارك، شحال فيها عمرك عبد الباسط؟ 9 سنوات. شحال جبت معدل؟ 8. 8، الله يبارك ولدي، الله يبارك. شاطر؟ إيه. تحب تقرا يا اخي؟ إيه. تعرف تنظم وقتك بين الجدي واللهوي؟ نعم. برافو برافو ولدي، برافو. اذا
عبد الباسط، كم من دائرة في ولاية عين صالح الجميلة المنتدبة؟ 7. لا لا، هادوك في ولاية تمن راست. 2. 3. شكون اللي يعرف؟ يلا شوف الشطرة هذيك اللي موراك. فوالا، واسمك بنتي؟ رجاء. رجاء، الله يبارك رجاء. شحال في عمرك رجاء؟ 12 سنة. 12 سنة، شحال جبتي معدل بنتي؟ 14. 14، الله يبارك الله يبارك. شحال كاين من دائرة إدارية في الولاية المنتدبة الجميلة عين صالح؟ 3. شحال من دائرة؟ دائرة 3. لا لا، ماشي 3، ماشي 3. شوف الشطرة هذه، قربي شوية بنتي عنده. يلا أبعث لها الميكرو. يلا، إذن واسمك بنتي؟ دعاء. دعاء، شحال في عمرك دعاء؟ 12 سنة. يوم؟ سنة. الله يبارك. إذن شحال في معدل دعاء؟ 13. المرة الجاية نسحقوا حنا 16 كيما والديك، هكا قالوا لك ياك؟ ما يقنعوش، ها؟ باغيين هما 19 وكان يصيبوا. إن شاء الله بنتي، إن شاء الله، كل يوم، كل يوم. إذن بنتي شحال كاين من دائرة إدارية في الولاية المنتدبة عين صالح الجميلة؟ 2 دوائر. شحال؟ 2 دوائر. زوج، ما هي؟ دائرة عين صالح ودائرة تمن راست. دائرة عين غر. عاودي غير بالعقل وركزي بنتي. دائرة عين صالح ودائرة عين غر. دائرة عين صالح ودائرة عين غر. وشحال كاين من بلدية؟ 3 بلديات. 3 بلديات، ما هي؟ بلدية عين صالح، بلدية فقاط الزواء، وبلدية عين غر. برافو برافو برافو. إذن بلدية فقار تزوى اللي زارها عمو يزيد في حفل، بلدية إنغر اللي زارها عمو يزيد في نفس الوقت هي دائرة ودائرة. إذن بلدية، دائرة، وولاية عين صالح الجميلة. تعالي بنتي أروح، تعالي تعالي. إذن يا أحبائي لازم تعرفوا تاريخ والجغرافيا تاع بلادكم. حقيقة لازم تكتشفوا العالم مكامل، ولكن لازم تعرف بلادك، جغرافيا وتاريخ المنطقة نتاعك والوطن نتاعك، ومن بعد باش تعرف الوطن العربي، تعرف إفريقيا، تعرف كذلك العالم يا أخي. إذن وراي الشاطرة هذه، تعال يلا تعال. ما تحشميش بنتي. عاودي تكريهم باسمك. دعاء. دعاء، دعاء تقراي مليح؟ ايه. والدي كان فرحانين بك؟ ايه. بصح قالوا لك لازم تزيد يجيب لنا معدل أحسن، ها؟ ايه. وعدتيهم؟ ايه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنتي. اذا بنتي عاودي ذكرينا شحال كاين من دائره في ولايه عين صالح المنتدبه؟ 2 دوائر. زوج دوائر، ما هي؟ دائره عين صالح ودائره عين غر. بالضبط. وشحال كاين من بلديه في ولايه عين صالح المنتدبه؟ 3 بلديات. 3 بلديات، ما هي؟ بلديه عين صالح، بلديه فقار الزواء، وبلديه عين غر. برافو 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 برافو. اعطيه الهديه تاعها. اذا دعاء بنتي، شكرا شكرا شكرا، برافو. اذا دعاء بنتي، شركه شيبس مهبول وعمو يزيد يعطوك هذه الهديه، ان شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي، العفو العفو العفو. اذا احبائي شكون اللي جا مع جداته اليوم؟ شكون اللي جا مع جداته اليوم؟ على بالكم الحب نتاع الجده وحده 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 وحده. علاش؟ لانها تفششهم، لانها دير لهم واش يبغوا، يبغوا الجده. لذا عمو يزيد دار لكم اغنيه، جداتي جداتي انت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جداتي جداتي انت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جداتي جداتي انت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات. جداتي جداتي انت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا
سعدي وفرحتي. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى. خذي من عمري لتحيي لنا بوركتي يا جدتي، خذي من عمري لتحيي لنا بوركتي يا جدتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برافو. أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى، خذي من عمري لتحيي لنا بوركتي يا جدتي. أحبائي أحبائي، الجدة هي اللي تربي الأجيال، ولكن تفششكم شوية يا أخي. إذن أحبائي، طاعة الوالدين وكذلك نطيعوا الجد والجدة تاني، كذلك لازم نطيعوهم لأن فيهم البركة يا أحبائي. واش رايكم أحبائي دركا؟ كاين واحد الأغنية، أغنية المزرعة. هذه الأغنية تتغنى بيوميات الطفل لما يروح للمزرعة. هي المطلع تاعها يقول اللي راح تغنوه معايا انتوما كاع، خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي، خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي. إذن المزرعة يلا معايا. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي. جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدي معه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك وقت العطلاتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل تحلب معه الأبقار. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك حان وقت العطلاتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعتي للمزرعتي. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، وصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار.
برافو برافو برافو، خذني معك خذني معك يا غالي يا أبتي، خذني معك حان وقت العطلة. تي تحزن حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزن حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. جانا عمو يزيد العين صالح وحبينا وعزينا. ميرسي بوكو عمي يزيد لخاطر جيتنا مدينة عين صالح، وكامل العاطفة نتاع مدينة عين صالح راهم يحيوك، وإن شاء الله تعاودوا لنا مرة واحدة أخرى. مرحبا بعمي يزيد، حاجة مليحة كي جابوها لعين صالح، ما كانش عندهم حوايج ترفيهية، إن شاء الله يرجع خطرة أخرى. نشكر عمو يزيد كما جانا، ونشكر قناة الشروق وكل المساهمين وكل السلطات المحلية اللي سهلت ليه، وإن شاء الله زيارات متعددة إن شاء الله من أجل براءة ومن أجل فرحة العيال إن شاء الله والأطفال.